هو لازم يكون جهد وعمل واتقان في العمل، لانه مسابقه دوليه مسابقه مهمه جدا في مهرجان كبير كمهرجان القاهره. واكيد انا فخور بتواجدي في القاهره لانه عندي علاقه خاصه بمصر، بشعب مصر، نحب مصر، عندي اصحابي يعني اللي نحس روحي من بين اهلي هنا. فانه الفيلم يكون في المهرجان وفي المسابقه الدوليه فهذا فخر لي. اول اخراج لزوفر. نعم. اول اخراج لزوفر. اول اخراج طبعا اول اخراج هي قصه كما نقولوا من القلب، حسيت اللي النجم يقوم بها كأول تجربة إخراجية لأنه حسيت قريبة مني جدا، من المجتمع التونسي نعرفه جدا. خد وقت مجهود قد إيه من زوفر العظيم؟ الفيلم ككل ممكن من بداية الفكرة الكتابة يعني استكمال الفيلم ممكن سنة ونص. الصعوبات اللي واجهها زوفر العظيم في هي صعوبات، لا أنا رأي كلها إيجابيات، ممكن فما عمل متعب، ممكن فما ستريس، لكن كله إيجابي، ونحب الناس تشوف العمل وتستمتع به كما انا استمتعت بعمل الفيلم.